ايه يا شيخ، يعني احنا بننتظر منك الاجابة. ايش كان شعورك في اول مرة طلعتي في رحلة؟ جربت رحلة لحالي ولا رحلة مع المدرب؟ لا، اول مرة طلعتي في الطيارة وانت عارفة اني انا طالعة اطير في الطيارة. ايش كان شعورك صراحة ساعتها؟ يعني قبل بيوم لما عرفت انه هيطلعوني باك سيت فلايت، اي صراحة ما نمت طول الليل، يعني كنت مرة متحمسة وكنت مرة شوية خايفة. أي ماما يعني كانت معاه في وقتها، يعني كانت مرة خايفة. وبعدين طلعت الطيارة سواء مع مدرب أو لوحدك، إيش الشعور اللي خالجك في أول مرة وأنت طالعة وأنت عارفة إنه أنا خلاص أنا حطير هذه الطيارة؟ صراحة أولا يعني في البداية أول ما طلعت كنت خايفة شوية، يعني عمري ما شفت لك فيها طيارة وهطلع فيها وأتدرب، فيعني صراحة كنت خايفة، بس في نفس الوقت كنت مرة متشوقة، حتى عارف إنه كيف أنا أعمل مع هذه الطيارة وكيف أنا اللي بنظم فيها لا صراحة كان حماس. كان حماس، ايوه يعني ما اقدر اقول خوف لكن حماس. لا. وكثير انت متحمسه لهذه الطياره فما صار مكان للخوف. اي طيب كويس. طيب يعني من المفترض، احنا نعرف انه المفترض انه الكابتن اللي بيدرس لازم يكمل 45 ساعة على الأقل طيران علشان ياخذ اللايسنس اللي هي رخصة القيادة. أيوه. طيب يعني أنا المفترض إني أنا أسأل مدرب ياسمين وأقول له ياسمين كم ساعة أخذت؟ لأنه في بعض الأحيان يعني في بعض الطلاب بياخذوا اللايسنس بياخذوا الرخصة قبل ما يكملوا 45. يعني لو جيت أسألك ياسمين بدل المدرب أقول لك قد إيه كم ساعة أخذتي علشان تاخذي الرخصة؟ يعني حتى مو شرط انه كل واحد ياخذ 45، يعني انا قليل بياخذ في 90 ساعة اللايسنس، يعني هذا بيعتمد، بس هو الحدود انه 45 مينيمم. اوكي، اما انا كنت هذا المينيمم هو الحد الادنى. ايوه طبعا. نعم. بس انا كنت جاهزة في 15 ساعة حتى اخذ اللايسنس، بس قبل ما ناخذ اللايسنس لازم نسوي فرش سولو. اوكي، لما نسوي الفرش تور لازم هذا يكون بعد 20 ساعة ستاندرد اللي يتم بالأمريكا. اوكي، بس وباقي كل شيء على حسب الطالب يعني قدراته. بس لما انا يعني كنت جاهزة بعد 12 ساعة 13 ساعة. ما شاء الله، بعد 12 13 ساعة. ايوه، يعني حتى المينيموم ده اقل من المينيموم. أيوة. المطلوب يعني. بس انا سويت السولو بعد 18 ساعة على حسب الجو، كيف جو الاردن، كيف الثلج وبرد. يعني كان فيها صعوبة، يعني واجهت صعوبة في هذه الأجواء؟ بس على حسب الجو، عشان هذا اللي أخرني إنه بسوي سولو، فهذا الشيء لما يتأخري وتبي تسوي الشيء يجيك إحباط. فلما سويت أول سولو كان في تاريخ 22 فبراير، فهذاك الوقت كان جو مرة سيء، بس يوم الوحيد اللي كان جو كويس فكابتن حقي طلب مني إنه أجي الأكاديمية، حتى ما الطيران ذيك اليوم. اوكي، فجيت وسوينا هبوط واقلاع، فبعد ما سوينا مرتين الاقلاع اوكي الكابتن قال لي انه لو انت جاهزه سوي لي اثنين كمان اطلعك سولو. رائع. فانا ما توقعت، حسيت انه يمزح عشان الجو ما كان مش يسمح يعني، وخفت يعني كمان. فطلب الاذن من البرج بعد ما سوينا اقلاع وفزت، فانا ما صدقت صراحه. وبعدين لما جينا على بدايه الرنوي نزل من الطياره وقال خلاص روح سوي اول سولو في حياتك. هل تعتقدي يعني انه كانت الاجواء هذه او الطقس ساعتها تحدي بالنسبه لك؟ ويعني هذا يمكن شافه المدرب انه بمثابه تحدي لهذه الطالبه واستطاعت انها تتجاوز بجداره. ايوه صراحه ذاك الوقت الوحيد اللي كان الجو يعني صار شوي كويس. اي يعني هو كان في حظي، وبعد ما انا سويت السولو قفل الجو. ما ادري سبحان الله. اي ف هو ربنا بعيد لك ترى ياسمين انك انت يعني تصيري كابتن طيار وتشرفينا كده. طيب انا اعرف انه في طقوس معينه، يعني سمعنا انه في طقوس معينه تتعامل للطيارين بعد ما بياخذوا اللايسن وبيطلعوا اول طلعه لهم، اي في الفيرست سولو، وبيطلعوا هذه الطلعه بيرجعوا بيكبوا عليهم مويه. ايوه صح، ويضربوهم ويرش عليهم المويه وكل حاجه. هل حصلت هذه معك؟ كلمينا عن الظاهره هذه اللي بتصير. صراحه انا اول ما نزلت من الطياره في اول الفيرست سولو زي ما يقولوا، يعني انا من جد مره كنت مبسوطه، اول ما نزلت بكيت
وخلصت صلاة الشكر صراحة، لأن هذه أكبر شيء بنت السعودية أنه تسوي في حياتها فوز سولو، وفي أول واحدة بالأكاديمية وبالأردن كمان. ما شاء الله عليك. ثاني واحدة عفوا. احنا جدا فخورين فيكي. الله يخليكي. فيعني حتى يعني طلاب خافوا مني لو رشوا عليهم أو يضربوني، أنا ايش كوني بنت سعودية. فعشان كده هذا ما حصل معايا. ما حد قرب منك مرة. ما حد جرب يقرب منك. برافو عليك، يعني أنا أقول زي اللبنانيين ما يقولوا أبدايا، فنقول عليكي أبدايا. طيب مشاهدينا، الفرق بين الناجح والفاشل ليس نقص القوة والمعرفة، بل بالأحرى هو نقص في جانب الإرادة. دعونا نناقش ياسمين ولكن بعد هذا الفاصل.